يعني كان الرسام يرسم حبيبته مرته ملهمته، ما كان يرسم المرأة العارية لأنه مدفوع بالبحث عن شي فكرة فلسفية أو شي تجربة ثقافية. كان أكثر التعبير أنه مفتون بالجانب الحسي للموضوع. مثلا موديلياني كان يرسم الأنثى العارية بعيون فارغة بلا عيون. هذا الشيء زعل جان حبيبته وتسألته ليش عمل هيك؟ هو قال له When I know your soul, I will paint your eyes. كأنه همه يعري الروح قبل ما يعري الجسد. أصلاً هيدا موضوع طويل كتير بنحكي فيه غير مرة. أي متى بدك نبلش؟ ديما مش هيك؟ شو بدك نبلش؟ بدي اياك ترسمني. بدفع لك إذا بدك. مش قصة مصاري. ما عم بعمل المعرض ما عندي وقت، بركي بنحكي من بعدها. بليز. بنحكي بنحكي. بليز. لشو مستعجلة؟ خايفة يهرب الحماس؟ لا خايفة انصح. عم باكل كثير. فكر بالموضوع. على فكرة جسم مليان أحلى بكتير للرسم. ديما متى رح نبلش؟ من وين جاي؟ من ريو جميز. تفضلي. سكني هونيك؟ ممكن كباية ماي بليز؟ ايه لحظة.
بكره مثل هالوقت. بكره بكره؟ طيب اوكي بكره. ليش عم تضحكي؟ ماشي ذكرت شغلة. كل ما عم تضحك عم تضيعيني عم يتغير الخطوط. ايه مالي؟ خليني زيد شوية شوية حياة على اللوحة. يا بعد بدها وقت لتخلص. مرة أو مرتين. خليكي بعد شوي.
ديما ما بعرف اذا زعلانه مني، سوري اذا عملت شي غلط، بس طمنيني عنك. موجود موجود. عم بسأل عند موزيل ديما؟ مش موجودة. مين حضرتك؟ هي معي بالرسم. ديما مش هاني. بطلت هون يعني؟ اي متى بدك نبلش؟ بليز. لا خايفة انصح. خليني نسيب شوية حياة على وقتي، بعد بدها وقت لتخلص. تفضل ترتاح. طيب لا خلص شكرا ميرسي. تفضل. ميرسي ميرسي. فستق صدري لديك ويجتثني من خطاك الحرس. حبيبي سأبكي عليك
عليك عليك لأنك سطح سمائي وجسمي.